عندما يكون الانتصار هو كل الخسارة ويغيب الحوار. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، وأهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين من ملك وكتابة. الحلقة التي تحمل الرقم 776 تأتي عشية انتهاء الموسم الكروي في مصر، ويغيب المنطق عن الحوار. مش المنطق، أنا بقالي مدة عمال أتأمل طريقة الحوار بين الأصدقاء والفرقاء. اكتشفت حاجة واضحة بس ما حدش بيتعرض لها. أن الرغبة في الانتصار للرأي فقط كشف الحقيقة أو السعي إلى الحوار الجاد. حتى الموضوع اللي الناس بتناقش فيه أصبح موضوع مش مهم بعد شوية. مهم إن أنا لازم أغلبك وأفرض عليك وجهة نظري، وإذا لم تلتزم بها فهناك مشكلة وهناك عداء. الانتصار للرأي يا أستاذ إبراهيم أخطر ما يصادف الإنسان العاقل، لأن أحيانا تنتصر بس تفقد اللي قدامك، تفقد التعاطف، تفقد الأريحية، تفقد رغبة الناس في الاستماع إليك. أنت هتقعد تنتصر لرأيك وما بتسمعش اللي قدامك. ما هو اللي بينتصر لرأيه ده مفيش حوار. صحيح، يغيب الحوار بالظبط. يسيبك تتكلم ويبدا من عند نفس النقطه، ويتحول الموضوع الى جدل، مجرد جدل. يعني يؤدي الى نتائج وخيمه جدا. وعندما تشاهد المشهد حتى في النادي الاهلي بين الاهلي والاهلي والجمهور والجمهور والاعلام والاعلام وكل الناس، تجد ان الفكره كلها مش قلت لك لازم تنتهي بكلمه شفته بقى. ايوه، حتى لو كنت انا بمهد لشيء لا قدر الله مش عايزه يحصل، فاتمنى ان يحدث عشان اقول لكم شفتوا بقى مش قلت لكم. انا اول واحد اتكلمت في الموضوع ده. الانتصار للراي يا استاذ ابراهيم هو احيانا يكون الهزيمه بعينها. فعايزين نناقش كلنا فكره ان الحوار معناها اسمعك وتسمعني، ويتنازل كل منا امام الموضوعية في رأي الآخر، أو حتى في الاختلاف بنكون ندي لبعض مساحة. إن ده وارد إنك تقيم كده، وارد إن أنا مقيم كده. ما فيهاش عملية مين فاهم ومين مش فاهم. مش بالضرورة إن أنا لما أتكلم لازم اللي قدامي ده مش فاهم. ممكن يكون فاهم بس باصص من زاوية أخرى، وممكن يكون فاهم أكتر مني، ممكن أكون أنا اللي مشرنق نفسي داخل فكرة مش عايز أخرج منها. فأنا يعني أدعو الناس إلى التأمل، واخسر ساعات رأيك عشان تكسب كل شيء. طيب، وأنت تستحق إن أنت تكون شاهد على العصر. هذا التطور في طبيعة الشخصية الرياضية، خلينا نقول إن هي الشخصية الرياضية، سواء المسؤول أو الإداري أو الجمهور أو حتى الإعلامي والناقد، كل دول في الإطار اللي أنت بتتكلم فيه، كل يبغي الاحتفاظ بحقه في انه ينتصر لرايه. ايه السبب؟ يعني هل ده كان موجود؟ لا طبعا ده تطور، لانه الاول لما كان حتى في الصحافه وحتى في الاعلام الكلام كان في اضيق نطاق. الجدل والحوار وتاثيره على البيوت والراي العام والشارع كان في العناوين. ايوه، لكن ما كانش في التفاصيل جدليه. ايوه، فكان يستطيع أولي الأمر أيه. إن هم يمرروا من خلالها سياساتهم وأفكارهم ومبادئهم وقيمهم. أيه. أما وأن كل نفس أصبح مرصود في الثانية واللحظة، ويستطيع أي واحد بدون تحفظ، مهما كان سنه، مهما كانت ثقافته، مهما كان مصداقيته، مهما كان قدرته على الوصول إلى عمق الأمور، إنه يتحول إلى نظر مدرسة هو ناظرها، وعايز كل اللي يسمعوه من حجم الفولورز. لان انت بتاخد الشهره وانت قاعد محدش عارف انت مين. انت بتاخد القناعه والمتابعه والمصداقيه والقوه ومحدش شايفك، مش عارف. وبعد ما بتبان بعد شويه بيزداد الامر عندك انك تحولت الى
قدوة. إذا واحد الناس بتستنى هيقول إيه، فلازم باستمرار يقول وجهة نظر، وأحيانا يريد أن تبدو مختلفة حتى يكون مختلفا. هذا ليس اتهاما، ولكن البعض منا وقد نكون نحن والله أعلم دون أن ندري، هي عامة تحت وطأة المتابعة الكثيفة الشديدة اللحظية، وتحت وطأة أولئك الذين لا ينعمون بضمير فيحرفون الكلام ويجتزئوه سعيا وراء الإثارة والإيقاع بين البشر، ويقولون عنك ما لم تقله، وفجأة تجد نفسك مختلف مع ناس ما لا اختلفت معاه ولا شتمتها، ولكن هم بيشتموك لأن هم قالولك اللي انت اللي ما قلتوش على لسانك فبيردوا عليك فيه. فأصبح حتى ما عندكش القدرة انك تقدم نفسك كما تريد. يا عم انا راجل مش عايز اتخانق مع حد، انا بقول وانت قول. وعلى فكرة بقبلك، اقول ما قبلتكش مش هغلطك. ففكرة ان دلوقتي الاعلام، لا طبعا ما كانش كده، والميديا ما كانتش كده، والرأي العام. أستاذ إبراهيم، ده في ناس على السوشيال ميديا يعني ست بيت قاعدة في البيت تعمل إفيه يعجب الناس، تروح ماشية فيها تبص تلاقي عندها ملايين المتابعات. شاب صغير قال إفيه ويبتدي ملايين المتابعات، ملايين المتابعات تبتدي يكتشف إنها بتجيب فلوس. فأصبحت مهنة يسعى إليها الكثيرون، ولذلك تجد الشيء ونقيضه قدامك كل يوم وكأنها الحقيقة. يعني بسبع وشوش ولا 100 وش حتى. الوضع مش سهل ومش خطر. ولذلك كان لي واحد صاحبي بيناقشني على التربية، فقلت له ما تقعدش تقول زمان وكنا، واحنا كانوا بيقولوا لنا انت كنت بتسمع في البيت، تروح المدرسة تجد ان المدرسة بتدعم اللي انت بيتقال لك في البيت، لدرجه كرست الكراسه الفاضيه كان عليها اغسل ايدك قبل واغسل سنانك قبل النصائح والارشادات، اغسل ايدك قبل الاكل، صوتك ما يعلاش، احترم الكبير. تبص تلاقي شهاده القيم دول انت بتسمعهم في البيت، المدرسه بتاكد عليهم. النهارده انت اللي هتسمع في البيت، هتنزل الشارع ومعاك الموبايل، ويمكن قبل ما تنزل الموبايل بيقول لك حاجه ثانيه خالص، من خلال ناس ابتديت تحبهم اكتر من اهلك اللي هم اصحابك، وتثق في ليه بيسمعوك اللي انت عايزه. ما هو انت ما فيش حد بيحب النصيحه استاذ ابراهيم. فاصبح اللي يطلبها منك حتى هو عايزك تؤكد على ما يريده، مش انك انت تقول له حاجه تخالف ما يريده. انا باختصار كده حبيت ارمي دي، وبرضو اشهر جماهيرنا هل الكلام ده موجود وعلاجه ايه؟ لان دي اصبحت خطوره داهمه، لان انا بشوف النهارده الناس يعني وصلت انها تتحيز للعيبه مش للنادي. تهاجم اللعيبه يعني اكتر بكثير مما تدعمها. بتخلي اللعيبه تقارنهم ببعض في نادي واحد. اخطر حاجه انك تقارن بين الاخوه. لو انت جبت اخين وقعدت تمدح في واحد وتلوم في التاني هيكرهوا بعض. صحيح. وبعد شويه تقنعهم اصل بابا اللي عمل كده. مش هتشوف خير في البيت اللي كان كل الناس تنظر اليه بوقار وتوقير. هذا ما اخشاه على الاهلي. لان اصبح اي شوف مجموعه الناشئين بتوعنا يا استاذ ابراهيم. الإشادة اللي كانت بتتقال من يومين ثلاثة، وأنا عارف إنك عندك وهتناقش، كيف تحولت إلى نقد وهدم الكل شبه. صحيح.